احنا بنتكلم يا كابتن بلال على اكبر عدد من النقاط، خلينا مع عشان كابتن اسامه ما يزعلش. لا مش زعل، هي 18 فريق، انا بتكلم في 89 رقم. اصل ده برضه النادي الاهلي يعني هو صاحب الارقام يعني. بس هو السؤال هنا ان انا كمستر كولر، انتوا يمكن كلمتوا وقلتوا من المباراه اللي فاتت ان بيبقى في اهداف تانية وانا معاكم، ولكن من ضمن الاهداف برضو ان انا في اول موسم ليا مع النادي الاهلي كمجد شخصي مستر كولر يحقق كل الارقام القياسيه، وكذلك هي اضافه للارقام القياسيه للنادي الاهلي. حقيقي طبعا. بص المدير الفني يا كابتن، يعني زي ما النادي الاهلي دايما بيسعى للارقام القياسيه، برضه المدير الفني بيسعى للارقام القياسيه، ده وضع طبيعي. خد بالك الاول مبروك المكسب. الله يبارك فيك. الماتش الجولين يعني خلينا قبل ما نتكلم على الموضوع ده، سالت حاجه نقطه مهمه اللي هي يعني يعني المكسب ماشي اللي كسبته النهارده ده في يعني في حاجات اتبنت عليه تمام. انا اول حاجه بالنسبه للمكاسب المباريات اللي زي دي انك تكسبها باريحيه، صح، بدون مجهود كبير، بدون ضغوط عليك، بدون ضغوطات، صح، بدون ما تعمل مجهود زياده عن اللازم، تمام. انت النهارده اصبحت من اهم المكاسب في المباراه بتاعت النهارده والمباريات اللي فاتت انك اصبحت بتكسب باقل مجهود، بسهوله، بسلاسه. يعني انت قاعد بتتفرج على الماتش وانت عارف انك هتكسب بسهوله جدا. يعني من غير ضغط، من غير تعب، من غير مجهود زياده، تمام، بتعرف تجيب اجوال، بتعرف تحافظ على المكسب، بتعرف تحافظ على شباكك نظيفه. ومن المكاسب برضو القويه جدا دي تحسب للجهاز الفني وتحسب للعيبه طبعا. طبعا طبعا بص مفيش حاجه مش مشتركه ما بين الجهاز واللعيبه طبعا. طبعا مفيش حاجه مش مشتركه. من برضو المكاسب المهمه جدا 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 انك النهارده المباراه رقم 12 على التوالي ما دخلش فيه الجول في الدوري العام. مظبوط. وده نظيف. طبعا. ودي حاجه طبعا يعني من الحاجات المهمه جدا 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 ومن الارقام القياسيه الكبيره جدا. صحيح. انك تقعد 12 مباراه في بطوله الدوري عام بتلاقي فيها منافسينك تمام وما يجيش فيك جول، مش ما تخسرش، ما يجيش فيك جول، تمام. ودي نقطه مهمه جدا 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 تدل على ان الراجل عنده منظومه دفاعيه قويه جدا جدا. في بعض الفرص اكيد بتتاح للفرق الثانيه وده وضع طبيعي، زي ما انت النهارده اتيحت ليك 6-7 فرص وسجلت هدفين يا كابتن. صحيح. تمام. مظبوط. النهارده الاتحاد اتيح ليه فرصتين او ثلاثه ما سجلش ولا فرصه فيهم. فالنهارده انا كمدير فني كمان قبل ما باجي اشتغل مع النادي الاهلي اكيد انا بدرس بشوف الفرقه اللي انا بشتغل معاها دي ممكن توصلني لحد فين. اكيد مش عشوائيه الاختيار يعني، فاهم قصدي؟ مش انا مثلا عشان هتاخد النهارده 10 قروش فيلا اشتغل، لا. انت اكيد درست وشفت النادي الاهلي ده ممكن يوصلك لمرحله ايه فيما بعد. مدربين كتير جم النادي الاهلي واتنقلوا نقله مختلفه تماما بعد النادي الاهلي، صح. طب انا يعني هنروح بعيد ليه؟ موسيماني مش بعيد يعني، مش بعيد قوي يعني. كنا ممكن نقول جوزيه ومسك منتخب انجولا وراح ضرب في الصين ولا مش عارف وايران واتحاد او اتحاد جده، لكن هنتكلم في منطق قريب يعني او حدث قريب. موسيماني مسك النادي الاهلي، راجل من جنوب افريقيا، اول مره في تاريخ كره القدم العربيه صح تستعين بمدير فني من القاره السمراء من جوه، تمام، من غرب او جنوب افريقيا، بيجي يمسك النادي الاهلي وبمسكه للنادي الاهلي بيعمل لنفسه ماركتنج عالمي كبير. من افريقيا النهارده بيمسك اتحاد جده، النهارده رايح يعني لان الامارات تقريبا الاهلي جده وبعد كده الوحده الاماراتي، فالنهارده اصبح له اسم كبير داخل او اصبح له تواجد الاهلي عمله داخل داخل المنطقه العربيه. فالنهارده الاهلي عمل له ماركتنج اندايركت يعني، فاهم قصدي، داخل المنطقه العربيه. اي مدير فني بيجي يمسك هنا في النادي الاهلي بيبقى عنده اهداف، الاهداف ان هو جاي لفريق شعبي عنده شعبيه كبيره جدا 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 جدا، النادي الاهلي شعبيه كبيره جدا جدا، تمام. فالنهارده اهدافك من بعد كده اولا بتعمل سي في قوي جدا جدا يا كابتن، لانك صحيح. انت مش بس بتلعب في اطار مصر، انت بتلعب في البطوله الافريقيه وبتلعب في كاس العالم للانديه، فانت عندك فانت بتعمل سي في مختلف تماما او سي في مختلف او بتحط السي في زياده شويه للسي في اللي انت جاي. هو راجل مسك منتخب النمسا واشتغل بيها وعمل بيها شغل كبير، لكن انت برضو مع النادي الاهلي انت مش اقل
تمام؟ صح. من النمسا في التاريخ، لانك انت بتلعب برضو كاس العالم للانديه وبتروح بطوله افريقيا وخدت بطوله افريقيا، فعملت سي في مختلف شويتين ثلاثه. كويس. فالنادي الاهلي قدرات وامكانيات كبيره جدا جدا يا كابتن. فعشان انا بقول كده ليه؟ بقول لما بتتساوى الطموحات بتوصل لحته بعيده، لابعد حتة... طبعا لابعد مكان. مظبوط. انا كنادي عندي طموحات وعندي اهداف، لو تساوت او مشت بالتوازي مع طموحات المدير الفني بتاعي اللي موجود واهدافه، بنروح لحته مختلفه. حلو، نقف هنا بقى. اتفضل. انا حققت الهدف الاساسي. الدوري قصدك تقول؟ ايه بطوله افريقيا؟ لا لا، ان انا هاخد الدوري ان شاء الله رب العالمين باذن الله. باذن الله. انا خدت تقريبا لحد الان تقريبا كل البطولات اللي انا دخلت فيها، سواء على طبعا ده واخد رابع العالم. كويس. على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. تمام. كويس. خلاص انت حققت الهدف، ولكن انتوا اتكلمتوا قبل كده على اهداف تانية لمستر كولر. ولكن انا بتكلم على تحقيق الاهداف اللي بيفكر فيها مستر كولر اللي تخدم النادي في الفتره اللي جايه. ولكن انت عندك ارقام قياسيه حقيقي. من الممكن زيادتها حتى الفتره اللي جايه، فممكن حقيقي. ممكن التفكير يعني كابتن عادل اتكلم على نقطه ان انا في مجموعه من اللعيبه لا هريحها وابعدها خالص. حلو. كويس. بس انا كمدير فني، ما هو انا انجاز ويحسب ليا مجد شخصي، وبرضه انجاز للنادي الاهلي اكيد. ما هو فكره مش هيختلف تماما عن الفتره دي. شوف يا كابتن، افتكر في الاستوديو من ثلاث اسابيع لما الاهلي كان بيلعب منتخب السويس. ايوه. وكان بيلعب فول تيم. ايوه. صح؟ ايوه. ما ريحش ولا لعيب تقريبا. كان ماشي بنفس النمط. ولعب حتى بثلاثي في خط الوسط واستغرب. لعب ثلاثه في نص الملعب. في كاس مصر. لعب الشناوي. او لعب بثلاثي وسط ملعب. قلنا ايه؟ ان الراجل عنده افكار مختلفه شويه عن الافكار. صح. التقليديه والنمطيه بتاعه المديرين. صح. الفنيين. اي مدير فني في مباراه زي كده يقوم شايل ال 11 لعيب، وحاطط 11 لعيب تانيين، وياخد ثلاثه اربعه يحطهم او خمسه يحطهم على دكه البدلاء تحسبا لاي ظروف، ويبتدي خلاص يشركهم لو حصل في الامور امور. صح؟ مظبوط. لكنه لا، هو عنده افكاره غير نمطيه شويه. هو لاعب ال 11 لعيب عشان يقول بالزبط. للناس ان دي بطوله انا بسعى ليها زي كل البطولات اللي فاتت. صحيح. فبالتالي كانت مسج لكل اللعيبه عشان اللي مش مركز كويس. يركز كويس. تمام. عشان عنده اهداف. ما هي دي الارقام القياسيه. صح. عشان هو عنده اهداف. ماشي. عنده ارقام عايز يحققها مع النادي الاهلي. كويس. الهدف الاسمى زي ما بيقول الكابتن عادل ان انت هتحسم بطوله الدوري. حلو. يبقى الهدف الاسمى احافظ على بعض اللعيبه اللي انا شايف ان انا السنه الجايه، طبعا هو في قرار اتاخد يحسب للمجلس الاداره السنه اللي فاتت ان انت ريحت وفكرت ليه وفكرت للمستقبل فكرت بس اللي جاي. بس خد بالك انت كان عندك اسبابك السنه اللي فاتت برضه. لكن خليني اقول لك السنه دي، بص يا كابتن، ما هو وجهتين النظر تمام ممكن يكونوا في الحته دي بالذات مختلفين شويه. انت كمدير فني تفضل ايه؟ انا كمدير فني، انا خد بالك انا قاعد النهارده. ايوه. هل انا عندي اوفر جاي بعد اسبوعين ثلاثه؟ هل انا ممكن مثلا يجي لي ارجع اروح منتخب بلد تاني؟ هل النهارده بعد السي في الكبير ده مش ممكن في الترانسفير الجديد يبقى في حاجه لمستر كولر؟ فانا بفكر النهارده في السيزون الحالي اللي انا فيه. لا انا النهارده موجود بلعب بطوله الدوري اللي انا حسمتها زي ما قال كابتن عادل. لا لسه بس بنسبه 99.9 الاهلي ان شاء الله بطل الدوري باذن الله. حسمت بطوله افريقيا، حسمت بطوله افريقيا، خدت الكاس والسوبر، خدت الكاس والسوبر، عندي كاس تاني هشتغل عليه، عندي كاس تاني اوريدي انا اشتغلت عليه. أيوة. فالنهارده انا راجل بيفكر في الارقام اللي تحت ايدي في الوقت الحالي. تمام. واكيد هو عنده بلان، عنده استراتيجي، اكيد هو عنده بلان لفيما بعد. أيوة. اشتغل ازاي وبأني طريقه. تمام. ممكن يكون احنا بنفكر في وقتنا حالي بالافكار اللي في الوقت الحالي اللي هي ايه؟ لا انا هلعب لحد الزمالك، انا بلعب فولتي مش أيوة. مش هخسر ولا نقطه. أيوة. انا ممكن اقول ايه؟ انا مثلا يعني اكلينيكيا الاهلي بطل الدوري. صح. فاعمل ايه قدام الاتحاد؟ هريح اللعيبه. طب لو خسرت هتيجي تقول الحسم مش في الزمالك؟ لا ده الحسم اللي طب هيبقى بيراميدز. طب هتقول لي لا، يبقى انا النهارده عندي ماتشين من الخمس ماتشات. لا الزمالك الزمالك بعد الماتش الزمالك المقاولين. انا بتكلمك انت على الماتشات القويه اللي ممكن يبقى فيها الماتش ايه. بالظبط. تمام. فالنهارده لا، انا مش هحسب. انا الماتش اللي فات لا هلعب فول تيم. النهارده برضو هلعب فول تيم. ليه؟ لان انا كل ما اخد النقاط بدري كل ما افكر في الفكر اللي انت بتقول عليه ده. تمام. هريح امتى؟ هريح بقى لما خلاص احسم البطوله فعليا.
لما اكسب نادي الزمالك في ما بينه صح يا كابتن ان انا مش هاجل الحسم دي فيما بعد اللي بعد كده عشان اريح عشان العب بطوله. ما بص في فرق بين مدير فني بيفكر في مباراه مظبوط ومدير فني بيفكر في بطوله تمام صح. في مدير فني بيفكر تحت رجله وواحد تاني بيفكر عنده بلان وعنده استراتيجي بيشتغل عليها. انا النهارده عايز اكسب النهارده الثلاثه بونت بتوع مباراه الاسماعيلي فالعب فول تيم، ثلاثه بونت بتوع مباراه الاتحاد فالعب فول تيم عشان اجي الزمالك اكسب اخلص الدوري العام. بعد كده ابتدي افكر هل انا محتاج اشتغل على باقي الارقام القياسيه ولا هل ان انا محتاج اعمل بالانس اغير اتنين اريح بقى ثلاثه اربعه ما يدخلوش ال 18 واحط ثلاثه اربعه تانيين والماتش اللي بعديه احط ثلاثه اربعه مختلفين واريح دول وابتدي اعمل خشوا ال 20 بالظبط قصدك ال 20 ال 20 قصدي سوري اسمع معلش ال 20 لعيب يعني تمام واشتغل على كده ولا ااجل وبعد كده اجي فيما بعد احط الالاعب اللعيبه الاساسيه بالنسبه لي. لا انا كراجل انا لو انا مدير فني هحسم بدري حلو هكسب مباراه اللي تحت ايدي في الوقت الحالي هلعب فول تيم في الوقت الحالي مش هاجل الحسم بتاع الدوري العام هاجله الماتشين ثلاثه انا عندي خمس ماتشات ومحتاج نقطتين صح. طب لا قدر الله المباراه اللي فاتت كنت خسرت او تعادلت المباراه دي خسرت او تعادلت كنت هتروح حل ماتشين تانيين الماتشين التانيين فيهم الزمالك وفيهم المقاولين وفيهم يعني فيهم ثلاث فرق من الاول من الثاني للخامس مظبوط. طب هل انت تضمن انك تكسب الثلاث ماتشات؟ لا مش مضمون طبعا مش مضمون مظبوط. فانا اللي بشتغل عليه بشتغل ايه في الوقت الحالي صحيح. فهي عايز عشان كده بقول لك الاهداف مشتركه ما بين النادي وما بين الراجل اللي ما بين الراجل المدير الفني صحيح. عشان كده هم ماشيين في نفس الطريق. انا مهم بالنسبه لي الحسم في الوقت الحالي وبعدين بعد أفكر. ما بعد ما اخد البطوله افكر بعد كده هل انا محتاج اشتغل على الارقام الشخصيه كمدير فني ما اخسرش ولا ماتش في السيزون ولا انا خلاص اكتفيت بالبطولات وان انا عايز اعمل الانجاز كبطوله فقط لا غير. هي دي وارقام قياسيه للنادي برضه اكيد ما هو كابتن هي مشتركه مشترك. لكن بلال اتفضل يا كابتن ما احنا بنلعب كنادي اهلي دايما على مبدا واحد المكسب المكسب طبعا صحيح. هو ده المفهوم اللي احنا بنتكلم يا كابتن على على نوعيه بص يا كابتن في رقم في ارقام في ارقام عباره عن بطولات انا فاهم وفي ارقام مباريات الاول نجيب البطوله انا بالنسبه لي كنادي بفكر في البطوله البطوله اولا صح رقم واحد ده لازم فانا عايز دلوقتي ايه انا مش كنادي اكيد طبعا مدير فني طبعا يا كابتن بس انا بالنسبه لي رقم واحد ايه البطوله احسم طبعا انا النهارده المباراه اللي جايه احسم الاول اه لو كسبت الماتش انا بالنسبه لي خلاص يبقى انا بطوله هنقول ايه بقى بطوله الدوري العام وبطوله الكاس وبطوله السوبر وافريقيا وكاس مصر وهدخل على بطوله ثانيه مختلفه